تتعرف شلطيتين كافي ايه غادي كي نروح هادي ياكو غير نافي كاش قفه ولا اسمع هذاك اللي غني ديروا له حنا ما كانش هنا هذاك كافر هذاك حرز روحك منه قسما بالله هل والله يدك يدك جهنم يا رب اه نورمال البير عطاني هذه عطاني 200 الف دولار ليش عطاك هذه هاي ويا ولا كافر وليت كافر صاي قلني خلني فحت عليا انا مسلم مش بيك انا نبيعهم اي ربي ما يسلك الخير هيا برا اه دير له حنا او تنافي قدرها يا ربي واحد راه مشوم البي ولي البلاد ما قيتش باش نولي اللي حصل في البرازيل انا في قيلي ثلاثه ولا طوال حد القلمية والاخبار الثقافيه امس الخير عليكم وصحه فطوركم الحمد لله ما بقاش بزاف للعيد ان شاء الله 28 ولا 27 يوم المهم كيما عودتكم حد القلمية الصح ديما راح يكون زاهي بضيوفنا ديما فنانين من الجزائر ومن خارج الجزائر اليوم جبت واحد الفنانه حلوه كبيره في الفن وكبيره في العمر اللي هي ملكه الاحساس وملكه الياباني كيما تقول شو هيدي ياباني يا حدة ملكة البيات وملكة الإحساس وملكة الخليج الأولى وملكة هي العرب وملكة بلعي ها ملكة أنا على بالي هاي قدامي ذاك نقولها وشو هيدي بلعي بالجزائري أستاذة أحلام هذه بلعي بالجزائري يعني إحنا نحبوك كثير وايد وأنا كمان بقول لك يا أختي حدة بلعي وايد بزاف بلعي ما فهمتهاش المهم معانا كما قلت لكم الفنانة الإماراتية أحلام مرحبا بيك في الجزائر بلدك الثاني تسلمي يا حدة تسلمي وهلا بكل الجزائر وهلا بكل اللي طلعونا راسنا وهلا بالجزائر هلا بالجزائر هلا بيكم المهم فنانتنا أحلام حبيت نسقسيك واحد السؤال شوي محرج تفضلي واش كاين المشكل هذا بينك بين رغب علامة واش كاين ما في مشكل حبيبي ماجي شفتي قدامي حبيبي ماجي شفتي قدامي اللي حبيبي ماجي شفتي قدامي مو هلا بعدين زين مو هلا زين يلا حبيبي ماجي شفتي قدامي حبيبي ماجي شفتي قدامي اعزائي المشاهدين نسيت باش نقدم البالي تاع الرقص اللي جمع الفنانه احلام فنانتنا احلام نعم صرحتي وقلتي باللي كل لاعب جزائري يسجل هدف في المونديال نعطيه 10,000 دولار يا الله على ابطال الجزائر يا الله على اللي رفعوا روسنا ويا الله عليك يا حليش ويا بوقر انا خليني نهضر خلاص خليني نهضر بصح ما على بالكش باللي سجلنا سته تسمى 60,000 دولار الله على ابطال الجزائر الله على لاعبي الجزائر ومنتخب الجزائر والدوله الجزائري الله على رفع رايه الامه الاسلاميه الله عليكم يا عيش الله عليكم. الله شكرا الله الله منشان هيك اختي حدا انا جايبه معي شيك ب60,000 دولار للاعب العالمي مفخره العرب اللي سجل 6 اهداف في كاس العالم في البرازيل اللاعب العالمي مفخره العرب ابو عبيده هذا مو لاعب لا والو هذا هنايا غير في السطح وان ماركي في السطح هكا نلعب انا موهوب بيتشاك واش صحاك يا اختي صح معليش على بالي بلي عندك جروب هذيك تاع هكا ارقص زي ما حبيت هات الشيك عشان هذا الشيك من حق ابطال الجزائر في حق ابطال الجزائر هات الشيك نسمي لها مسكينة شكرا فنانتنا شكرا لزيارتك نشكركم أنتم أيضا جمهورنا ونقول لكم صحة صحوركم ونعاودوا مع الفنانة أحلام ونقول لك غني لنا أغنية اللي شعتي بيها وتحبيها تدري ليش هيا أختي تدري ليش أزعل عليك عشقت وأموت فيك لحظة يا رجالة لحظة نختموها
الله يسون هذا المال اللي قاعد يحفظ هذا البلد. بس عشان من خلاص خلاص بعدين رجعين بعدين. يا سلام يكون زر فيها انا قاعد نعاون فيك هنا. خلاص كمال وقت تشطح زواوي راك هيك. لا تولع تسع كمال ما يشطحك شوف. خلينا يا صالي ما تضحكش. كمال دير بديك تضحك لي صولي او شوف ايه خلاص خلاص ما تضحكش شبيك مدور وتمشي هاك شوف كذا هو مزوج خلونا يا رحم ولدكم خلونا صالي خاطر ولا غلطة خلاص خلاص زين خلاص نذبح قدك لبت قص خلاص فشل لما خف سحل لما خف فشل لما خف